متتبعي قناة هيبا بريس، أهلا وسهلا بكم. اليوم في برنامج حصلتك الكاميرا جبنا لكم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم سعيد الحموني، على أساس نصادفوه في واحد البرنامج، لكن غادي نلاقيوه برضا المفروح اللي غادي يعطيه شي أسئلة يستاهل عليهم قتلة ديال العصا. فرجة ممتعة. إذا السلام عليكم متتبعي قناة هيبا بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأبطال. واليوم كنتواجد مع السي سعيد الحمدوني. سي سعيد الحمدوني مرحبا بك. حموني عاود هنا عكس حموني ماشي الحمدوني. ها سعيد ولكن أنا كنسمع تقول لي الحمدوني. حموني ماشي الحمدوني. حموني إذا صافي راكم لونسيين. يلا 3 2 1. السلام عليكم متتبعي قناة هيبا بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأبطال. اليوم كنتواجدوا مع سي سعيد الحمدوني في حلقة جديدة. كمل واش بغيتي تخرج كتحموني. ماما انا زعما فاش درت سمع الروبورتاج ديال داكشي كنبقى الحمدوني صافي ماشي. يلا حموني سمح لي ماشي مشكل وي داخل. اذا صافي دابا غادي نبداو ياك. كاملين عرفنا باللي بديتي في وداد صفرو، ومن بعد انتقلتي لحسنية أكادير، دوزتي غير شهر وجيتي. الناس بغاو يعرفوا علاش، واش جراو عليك ولا ما بغيتيش، ولا شرح للناس هذه القضية. أولا كنشكر قناة هيبا بريس على هذه الاستضافة هذه، ونكونوا نتمنى نكونوا خفاف على المشاهدين. السؤال اللي قلتي وهي أنا تكونت في سميتو فريق رجاء صفرو، جميع سميتو الفئات ديالو، من بعد انتقلت لوداد صفرو اللي قضيت معاها موسمين، من بعد جاني سميتو انتقلت للمغرب الفاسي لعبت معاهم 5 سنوات. وهنا السي الحموني بدا كيجاوبنا من نيتو وما عارفش باللي راه حنا باغيين غير نعصبوه. ماشي حركوا عليا ولا كانت المسائل الماديه هي اللي ما تفاهمناش فيها، الشق المادي والعقد والمده العقديه اللي ما تفاهمناش عليها، حيت كانوا عندي جوج العروض، كانت عندي من حسنيه اكادير ومن اتحاد الزموري الخميسات. دابا واش ما تفهمتوش؟ ما تفهمناش على ما تفهمناش على الشق المادي هو اللي ما تفهمناش عليه. دابا انت اذا انت مادي، انت خصك الحاجه اللي فيها الفلوس بزاف تمشي لها. ماشي الحاجه اللي فيها الفلوس بزاف، الانسان الا تخ كون بيحبس حسنا خويا ما تقولوش هادشي بحالك. خليني مزيان خليني ماشي مشكل. ماشي مشكل. ماشي مشكل. لا كمل. ماشي مشكل. الشق المادي الكل كيعرف بان في مجال كرة القدم اللاعب عنده واحد الفترة معينة خصو يستافد الماكسيموم. تستافد باش تأمن مستقبلك. بصح. إلا ساليتي الكرة وما درتي حتى شي حاجة، فين تمشي؟ شنو تاكل؟ وباش تعيش؟ ما تاكل والو. باش تعيش؟ بصح. تعيش تقول ما نلعب الكرة؟ بصح متفق معاك. إذا مشاهدينا نمروا للسؤال الثالث اللي هو نهار مشيتي تلعب الكأس العرب في السعودية. السعودية. اللعابة كانوا كيلعبوا الماتش. وأنت كنت كدير العمرة. دابا هادشي ما عرفناش. هذا غلط. كيفاش لعبك لعبوا الماتش؟ ما فهمتش واش كيري تسمى تيقينش فيك ولا؟ دابا نقول لك فاش كتكون المقابلة ما يمكنكش دير العمر. علاش؟ ها؟ علاش؟ المقابلة علاش؟ عندك راك كونفوكي راك لاعب المقابلة. العمر كلها كنديروها مور صلاة العشاء. ولكن انت واقيلا ما عرفتش بغيتي تكفر على الذنوب ولا نسيتي كورة وقلتي راه نمشي نستغل. لا والله اللي فيا فهمتو كنجمعو شي نقيضات باش ما نطيحوش. لا اللي فيا كل واحد عنده كيفاش الدم. ما فهمتش قضية السؤال ديالك، حدد لي سؤال. دابا السؤال ديالي هو فاش مشيتي تلعب كأس العرب في السعودية. علاش ما مشيتيش تلعب كرة؟ كنتي كتخلي الماتش ملعوب وكتطفي التليفون وكتمشي دير العمرة وتمشي حتى دير المناسك ديالك بحال زعما راه الله يلا فافون. علاش برافو؟ المعلومات عندك واحد. ورا بالصحراء حنا راه حنا دايرين مصادر موثوقه. لا ما يمكنش. قلت لك هو زعما واش كيريت ما كانش كيتحفي. وني لعبت انا لعبت 5 المقابلات الاولين كلهم، 2 المقابلات الاخرين اللي تبليسيت باش ما لعبتش الدومي فينال والفينال. وما لعبت 5 المقابلات كلهم. واخا انا ندوزو السؤال دابا الرابع. اذا دابا كتقول لي هذا الشيء راه ما كاينش. لا حتى ما كاينش. واخا كنشوفوا حتى الناس زعما فاش كيكونوا كيتفرجوا هنا في الماتش ولا كنشوفوك باللي حاس براسك شي شويه، واش بوحدك زعما اللي لعبتي في المنتخب ولا كيفاش هذه القضيه؟ هذا غلط. علاش غلط؟ علاش غلط؟ حيت الوحيد انا اللي انا ولد الشعب وكبرنا مع وكبرت مع الشعب، ما يمكن ليش ندير شي حاجه
ضد الاخلاق ديالي. انا تربيت في حومه شعبيه او كبرت في حومه شعبيه، ما يمكنش نتكبر على شي واحد. وبشهادة الجميع شوف كلهم كنجلس مع الصغير مع الكبير، وهذا هو طبعي. ولكن دابا على حسب الشيء اللي كتقول دابا نتايا، حنا دوزنا زعما في هذا البرنامج لعابه كبارين، فين غادي تبان نتايا؟ وما دايروش زعما هذه الحاله زعما لو انا كنتواضع وانا راه ما درت هذا الشيء. هي الانسان انسان فين بان انا وفين بان الاخر ماشي مشكل. عرفتي علاش؟ ها؟ لا انا هادو من الاسئله، هادو من اسئله البرنامج. اللعابه وراه لعاب كبير، واخا لعاب كبير ومتشرفين. ايوا ولكن راه لعاب كبير ماشي زعما. هذا باغي يبدا في بوحدو. ويبدا يعطينا الباب. علاش غادي نبان دغيا؟ هادو الاسئله كيتعطى كيكون واحد البحث مسبق وكيتعطوني هاد الاسئله هاد. درتي انا نقدم؟ نعم؟ درتي البحث انا نقدم. شكون عطاه البحث؟ كمل دابا. واخا واخا دابا ماشي مشكل. تلخر. دابا بغينا نعرفوا غير علاش فاش كتكون لعبه الوداد ديال الصفر كتبدا كتحنقز بوحدك انت، لان هي راه لاعبين الماتش لداخل هما راهم مكونسونطرين وانت كتخرج عليهم. حيت كتشدني شي حاجه لداخل، خصني الدراري نطبقوها ويكونوا مزيانين ويربحوا، خصني اللعبه يستافدوا. دابا زعما انت الا غوتي عاد غادي ينجحوا هما. ضروري كتبدا حنا ضروري كتغوت لك الحماس وكتلقى راه مدربين كبار وكيغوتوا. ايه واخا واخا. ندوزو للسؤال السابع، علاش نظرك هذا الماتش الاخر اللي لعبته دابا وداد صفرو وربحات؟ شنو هو السبب ديالها؟ وزعما تكون هو انت السبب ديالها؟ لا حنايا كان السبب ديالها هو الفضل كيرجع للاعبين. ولكن علاش قلتي انت فاش كتغوت عاد كيربح؟ لا حنايا كنعطيو حنا كنعطيو افكار وشكون كيطبقها؟ هما اللاعبين في التيران. ما يمكنش الا ما كانوش لاعبين مزيانين ما يربحوش ما يطبقوش داك الشيء. حنا دابا كنعاونوا ديك اللعابه باش هذاك الشيء اللي عندهم الكاليتي تكنيك اللي عندهم وتاكتيك باش ان شاء الله باش يطبقوا داك الشيء باش نربحوا. ولكن كيبان لي بحال الدراري زعما كتكون كتغوت عاد كيتشوشوا شي شويه في اللعب. تقدر ولكن عندك الحماس. حنا مؤخرا ما بقيناش كنغوتوا هذا الماتش. هذا الموتيفاسيون هذا الماتش ما بقيناش كنغوتوا. حتى نقصي الغوات. برافو عليك. دابا وصلتي لها. واصلا راه كانت باينه بلي اصلا ماشي انت هو السبب فاش كيربحوا. يعني الدراري اصلا انت الماتش اللي كتغوت فيه سبحان الله كيخسروا فيه. انا غوت في هذا الماتش. اذا سي الحمدوني من بعد ما انك رجعتي من اكاديميه. سي الحموني اسمح لي. سي الحموني سمعنا بانك غير رجعتي من اكادير لعبتي مع الخميسات، عاود لي على المشوار ديالك. صباح الله. رجعت مكادير كان اتصل بيا السي حسين عموته، كنت طلعت شافوني في واحد الماتش واتصل بيا ودرت العقد معهم ديال اربع مواسم كانت ناجحه. واخا واخا بالله تسمح لي غادي نقاطعك. بالنسبه لذوك الكيسان اللي كنتي ديتي، واش انت كنتي السبب ديالو؟ ماشي انا السبب، ماشي كان لو جروب هو السبب. كانوا كلنا انت كنتي كتغوت واش ديتي؟ كلنا كنغوتوا كلنا كنتريليو كلنا. وداك الكاس شنو درتو به؟ ديتي الدار؟ اه قالوا لي انت كدير الكيس اللي كنتو كتربحو كنتي كتدير. طلعتو هنايا، طلعت الكيسان هنايا ديتو دخلتو من البنقة. وكتعيق على الناس زعما في ستوريات كتصور زعما مع الكيسان زعما كيفاش؟ ستوريات ما عندي ستوريات كتكذب. هذا ما كيديرش. واخا واخا كدير. وعلاش دابا هذوك الدراري اللي كيكونوا لاعبين كاملين حتى هما كيكونوا مساهمين في ذاك الكيسان؟ كل شيء. وعلاش ما كيديهم حتى هما؟ كل واحد دا شويه، كل واحد دا واحد الفطره فرح به، دا على عائلته ودا. لا ولكن ماشي يديه يفرحوا به، خصهم يديه. لا ما يمكنش تديه، لان كاس واحد كيكون ما يمكنلكش تديه، يمكن لك الكاس كيعطي شنو؟ كيسان كت كل شيء شاف. انا ذوك الكيسان واحد الفتره كنت كتديهم السوق الخميس كنت كتبيعهم تما في الجوطيه. انت عرفتي كدير؟ انت ملاح ملاح. دابا مشكل حتى المتابعين ديال الفرقه ديال وداد صفرو كيتلقاوك برا ولا هنايا كيبغيو يتصوروا معاك ما كتبغيش زعما. انت كتبرينا زعما انك متواضع و زعما انت يعني كتساهل. ما عمر شي واحد طلبني نتصور وما تصورتش معاه. شوفوا كان كل شيء ما يمكنش. هذا خطا. دابا هاد المعلومات منين جبتيهم؟ من جوجل؟ لا ماشي من جوجل، هادو مصادر موثوقه. شكون دابا؟ انت قلتي بان شي واحد كيجي يتصور معاك ما كتصور معاه عادي. ولكن فين عمر شي واحد جا يتصور معاك بعدا؟ ايوا انت سولتيني جايتو بزاف. حيت انت ما كنتيش في اش كيعيطوا له. انت ما كنت ما كتكونش فاش كيكونوا كيتصوروا. ولكن علاش الفرقه اللي كتمشي اللي كتخسر؟ دابا هادشي اللي بغيت نعرف. ما يمكنش سي ما يمكنش. فوقاش خسرت؟ فوقاش ما عمرك ما خسرتي مثلا؟ لا كنخسر. ما يمكنش ما تخسرش في الكره. ما يمكنش خصك اي كاين الهزيمه وكاين الفوز وكاين التعادل. غير الحمد لله بصمنا على نتيجه على كارير زوين.
دير هاد الكارير اللي زوين كارير زوين ب هاد الكارير غير بغوات غير بغوات لا كنت فين مثلا شحال مره كنكونوا غير كنشوفك حتى في الفيديوهات كنلقاك كتغوت حتى في لي ماتش ماشي غير ماشي زعما غير محليا تفرجت في الكره تفرجت في الماتش ديالي اللي لعبت تفرجت ها تفرجت فيه بالمباشر في المباشر وكان بالك كتغوت كتبان لك كتغوت في المباشر انت شحال فصافي ماشي هنايا لي ماتش ديالي في المعمار ولا مع ديك ناسيونال لا ها لا هادوك مين ولكن وصلتنا الخبر عندنا التصاور ديالك بانك كنتي كتغوت كتغوت كنتي كتغوت لا ما كتغوتش التيران ما كتغوتش التيران كتعاون انت وصحابك باش توصلوا لواحد الهدف واخا قالوا لنا بانك انت يعني قبل ما تدخل الكره كنت كتريني الحديد لا بصح ما كنتش كتريني ما ديرش هاد الفورمه دابا باش طلعتيها اه دابا هاد الفورمه طلعتها بخدمه وطلعتها بسميتو ما بقاتش راني زدت البوا شويه راه كانت مزيانه كتحسن منك ياه كتحسن منك كانوا يزبدوا منهم ديالي عندك لي زبدوا راه زبدوا مزيان كانوا كنت فاش باش كتذكر على شي حاجه اللي هي في المسار ديالك كتعاودنا على دابا عيطنا لنا من غادي صايب وكما جاش الضرب كنت عاودنا نبوخ شو كما كان صدام امر كان بوخ ام لوطه صاحبي كيفاش انا نبوخ جملة مفيدة ما كاين هو صاحبي كيعيق علينا صاحبي انا وياه ماشي مشكل نكمل انا وياه كمل عاودنا مع المسار ديالك مع الماس المسار مع الماس ان شاء الله فاش رجعت من الخميسات للماس دازوا واحد اربع مواسم دازوا مزيانين حققنا فيهم ثلاث القاب كان الحمد لله بصمنا على تاريخ مع المغرب الفاسي الكل كيبغينا في فاس حتى في المغرب كاع كامل الكل كيبغينا الحمد لله هذا هو الفضل اللي دينا من الكره وقالوا لنا ملي كنتي في فاس فاش كنتي في المغرب الفاسي ما كنتيش انت كتلعب مزيان كان واحد اللعاب هما اللي كانوا كيغطوا عليك يعني انت كنت كتخبع من موراهم باينه في الكاميرا بان في ديك الماتش باينه بزاف والله لحقت لا انا ماشي صح لا اشوف باينه راه كتسمع راه شي حقيقي راه هو غير كيكذب علينا دابا واش عرف هذه القضيه كاين والله الا كاين انا معاه وقالوا لنا فاش كنتي مع المغرب الفاسي كنتي كدير لاكارت ديال الغزاوي باش ما تخلصش الطاكسي لا كدفاميد ينعس كضحك الانعاس كد الانعاس هذا واش دابا حنا في الضحكه السي حمدوني لا لا اولي تحموني ارحماني لا هذا ماشي لا يقول لي صافي كوبي على البحراوي لا ماشي مشكل لا ما تحسبش هو خير تحسب وديلا داكشي بصحه صاحبي انا راه كنقول داكشي اللي كاين راه داكشي مصادر موثوقه دابا خير سعيد هضر معايا واش هادشي بصح اللي كيقول قال لك واحد المثال إذا أردت أن تقرا علما فابتليه بجاهل. وأنا كنعاود الحقيقة هو كيقول لي دابا كيقول لي كيقول لي المثل وكيهرب لي عاود كذا ما كانش يهرب لي. نكملوا عافاك باش نكملوا قالوا لنا بأنك أجي دابا بلاتي شوف خلينا نكملوا. واش عنده صحة هذا؟ حب الله؟ لا أنا خارج من السريحة. إيوا ما مقادش. كيفاش ما مقادش؟ دابا أول مرة غادي يدور شي ليزر. الحوار الصحفي. شتي انت اللي كتحكم فيه؟ اسلوب دابا انت واش هو من حقه لا من حقه كان جاوبو على الاسلوب اللي كيبغيت قلنا بانك كنتي كدير انت كنتي كتجلس مع اللعبه غير شونجمون في الاول فاش كنتي كتلعب قبل ما تولي مدرب مالو كنتي انت غير شونجمون ما عمري كنا سميتو الاغلبيه اللي ماتش ديالي لعبت تيتو اذا الاغلبيه ما تقوليش مع الاغلبيه لا قليله جلست شي ماتشات ولكن ما كنظنش اما كان كنت كنجلس بلا بليسي ولا كنت كنجلس حتى الدوزيام ايطاعات كيقبل المدرب بيا الخطه بحال عمو كان كيخليني حتى شي بعض المقابلات اما اكثر المقابلات كنت كندخل تيتو ديال فاش كنتي في كاس العرب كنتي كتهرب عمو باش ما تلعبش ما كانش عمو في المدرب هادشي هذا هو المشكل قال لك شكون دابا انت بحال هكا تحداني وقيله كاين هادشي هو دابا يصحح اجاوب دابا داسك داكشي مزيان دابا يصحح دابا غادي يجنب هذا المهم شي بلا ما كان شندان والله تنحلف عليه لنبوق نبوق واكل معجون ولا شي حاجه لا انا واكل زبيطه شوف كيضحك بحال زعما ما نقصتش راه داير مصيبه كبيره ابويكس
قال لك عموته هو اللي ما كاينش كيلعبني في السعوديه. كان كيرغب باش يلعب. قلت لك ها هو غيريت. اه. غيريت قلت لك كترغبو. كنت كنهضر معاه بالونجلي. كنت كنهضر معاه بالونجلي. شي غريب. اولا. كيضحك. لا اله الا الله هذا. انا جيت مع هذا صاحبي. لا اله الا الله. واخا صافي راكم طالقين نكملوا اجي كمل اجي ولكن حنا لاحظنا بانك زعما لي ماتش اللي قبل كنتي كتخسر وهاد لي ماتش الاخر هذا قالوا لنا بانك راك شريتيه داكشي اش ما غوتيش وكنتي ديما بارك كنتي عارف كنت كتغوت كنتي واقيلا شريتي الحكم ديك الساعه قالوا لنا بانك اه لا من حقه من حقه هاتي لا باش عموته وصل للسعوديه وهذا كيجيب لهم صاحبي كيجيب لهم القفه ديال رمضان الحكام هادشي راه حقيقه صاحبي كملوا انا في الدعاء وكاين مشكله انت داير هادشي كامل وكاز كضحك دابا قدام الكاميرا بحال ما ناقصك حتى شي خير اجي نديروا الدعاء اجي نختموا مالك مرتب ما مقادش والله ما مقاد اش ما مقاد قاد والله الا قاد شنو غنقاد عيط له اجي قول لي جي قاد الاسئله ديالك الاسئله ديالي مقادين دابا انت اللي خصك تقاد معايا في الاجوبه يلا سول انا جاوب كنسولك انت كضحك سول نجاوب دابا دوزنا الاسئله اللي دازو كاملين كنتي كضحك قلت له عشان انت كبدا حيت انت ما مستفش الاسئله ديالك علاش غادي نستفو حيت كنا الماريو كتقول لي سؤال يلا نجي نجاوبك كتهضر لي السؤال والمعلومات ديالك عطيت لك برنامج ديال صحيح معلوماتك واخا يلا يلا قول قالوا لنا بانك هذوك اللي دليتك كنت كتربح مع الخميسات آه. كنت كترميهم في الواد الباهت لا شوفوا كان هذه فاش رجعت من الخميسات ساليت من الخميسات اذا كنت كتبيعهم لا بما انه لا كنت كتبيعهم لا صح المعلومه شوفوا كان خصك تصحح لا معلومه صحيحه وخليني يلا تكلم نكمل فاش رجعت من الخميسات عندي 29 سنه كرهت الكره كانت الكره كانت الكره بغيت نسالي ولكن ديك الساعه انت مازال ما بديتيش باش تسالي ها انت مازال ما بديتيش عاد بديت شحال بديت شحال بديت بديت ديك الساعه ثاني من عندي 7 سنين وانا كنلعب الكره 7 سنين عندي 7 سنين قالوا كانوا كيحضروا عليك في الصغر هذه بعدا كنت صغير مزيان كنت صغير مزيان كنت مزيان كنت كبير كنت كبير مزيان احسن من الكبار احسن من الكبار احسن سول علاش ما بقيتيش صغير علاش ما بقيتيش صغير ايوا انت ما بغيت ما كناكلش دانون ديال الابطال عطيت ديك الدانون ديال جافي عطيت جافي كريتي مع الخبز لا ايوا انت اللي كتاكل جلابي مع الخبز مالي دابا هذا كيدير لي استجواب ديال علاش ديال الهيب هوب ها انت كي الهيب هوب الاول في بعد اذا دابا غادي نكملوا البرنامج ديال مع الابطال معنا كيف ما قلت لكم خبيات السير كموني اذا السي العميد نحن الاسم ديالك ياسين موتوت هذا واقيلا ما واش اجاش سمع شويه اه عرفت فاش تقرب المغرب هذا شنو كتوقف فاش كيقرب من المغرب كتوقع على شي حاجه عرفتي ديك ديال ها انت شنو كيدير برجلك وحده بابون عرفتي هذيك ديال نا 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 نحن كيضحك دابا ما كي ما نسوق الناس سير كموني غادي نكملوا بعدا السؤال لا اله الا الله كمل الدعاء دابا قالك سير كموني شويه يخوك الزعفران هو غادي راه جي معاك الزعفران اه الليموني واخا دابا خلينا نكملوا سير كموني اه سير كموني رحموني دابا حنا ما غاديش حتى انا بغيت نعطيني افيدي حنا ما غنكملوش هذه الحلقه اه واش زعما واش هذه الحلقه هذا كاع كتنزل على ليا واش هذه حلقه والله الا حلقه اه حلقه والله الا حلقه والله الا ما تعتقلنيش انا كتبقى في مباشر مع فيزيك مزيان الفيسيبس جيت تلعب بابا دوا تلعبنا بابا دوا دابا خلينا نكمل الاسئله نساليو هذا البرنامج كمل يلا كمل اصاحبي بعدا انا عمرني شفت شي واحد بحال هكا وحق الله اول مره كنشوف مدرب زعما انت شنو ما خلاش حتى العامل الفريق يجلس الله يلا مو كضحك لا حول ولا قوه واش فطر لا اله الا الله خير الله ها برو سي العامل الاسم ديالك ما غتساليش الحلو ياسين اه واخا سي ياسين يقولك عاود ياسين شويه يقولك البلوتوث ممكن دابا حنا فاش كنصوروا سي موتوت ياك مرحبا وصلتنا واحد الخبر بانك انت اللي كدير الشونجمون ماشي هو شي حاجه باينه صاحبي النتائج تجيرك
ولكن هو زعما انت فاش كدير لي شونجمون كتديو كديو الماتش وهو غير كيدير لي شونجمون واخا ماشي هو اللي خصو يديرهم كتخسروا كتخسروا كاينه ولا لا لي شونجمون درتهم في هذا الماتش ربحنا سعيد واحد هذا معنا لا والله ما بابو عليه جاوبوا الجواب اللي هذاك لا جاوبوا الجواب اللي واحد فاش كذا كيغوت عليكم فوسط لي ماتش هذا خصو انا وياك عطي جازو يجيو بالمقلوب وشي خنشه مخبعينها كمحشيه في الخنشه وكيعطيو ديك البرات الجناب باش يبقى لي واحد ها هو شو تعرف شكون المعلومات صحيح دابا انت صحفي بون كوم ياك انت مدرب قائم ها عاد كيتعلم دابا السؤال الاخر عزيز علاش المكتب كيدير اجتماعات مع العميد وما كيديرهمش معك انت ها علاش علاش المكتب كيدير اجتماع مع العميد وما كيديرهمش معك انت حيت انا ما عنديش دخل بالمسائل ديال التسييريه انا كنخدمي في التيران قالوا لنا ما كتعرفش تهضر كيتهضر معاهم باش كيقول لك هذا ماشي انترفيو لا انترخيو لا راه ما كاين فين الفيديو هذا هو مدرب ودابا باغي يخلينا نكمل كمل دابا دابا عرفتي علاش ما كيعيطولوش بعدا ذوك اللقاءات وذاك الاجتماعات راه ما كيعرفش يهضر بالفرنسي هذه هذه بعدا جاتنا كاينه ولا لا لا كونجي كيزير كتعرف غير تخوت اسمع كونجي كيزير دكتوره في علم النفس هاي الحموني جاكسي معنا في كاميرا كاسيه ابا اللي مفهم واحد ضيفه اسمح لي وصباح الله جا الانترفيو باش ما نهضروا جا معايا الاستاذ باش نهضروا زعما في مسائل ديال التقنيه وديال الفوت ديال قال لي نهضروا على المشوار ديال الكروي كنت فاجئ كيهضر معايا بمعلومات فاش حسيت نحسب شي حاجه ماشي هي هذيك علاش بان كيدخل فيا دخل فيا مزيان ولكن فاش واش ما يمكنش انا تعصبت لداخل واني ما يمكنش غنبين له هو علاش مازال تجنو شتو مازال صغير مازال جون ما يمكنش غنجاوبو شي جواب قاصح قلت هذا كيطنز عليا مطلع عليا تينقصي انا تعصبت من الداخل حيت قال لي شي 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 حوايج اللي ما يمكنش نتقبلهم مثلا حنا عارفين انهم ما كاينينش هما راه ما كاينينش انا بالعاني كندير لهم باش انا لي سونجمو حيت اي مدير ما كيرضاش شي واحد يدير لي سونجمو حيت شي واحد تعصبت ولكن ما يمكنش تجنو كنت باغي نزول ونمشي ولكن الاستاذ اخي ابراهيم كنحترمو ميمكنش نخلي له البرنامج ديالو يمشي والحمد لله دازت الحلقه الحمد لله اللي ما درتش شي رياكسيون اللي خايبه هذه هي اللي كنحمد الله عليها لا ماشي مشكل رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلى المغاربه كاملين وان شاء الله يدوز علينا هذا الوباء وهذا خصو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا